السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، وتلقاكم هاد لا فيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله. مهمه البنات، اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وبمقادير اللي بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت كيبغيوها وليداتنا، يعني كيبغيها الكبير والصغير. غادي نبداو على بركه الله. غادي نقول لكم المقادير. هنا عندي جوج ساشيات ديال الفلو الفاني، وعندي أربعة ديال الكيري. عندي دانون هنايا ديال دانون ديال الكراميل، وعندي هنا دانون كريمي ديال الفاني. انا هنا البنات ما لقيتش القشده الطريه، داكشي علاش انا عوضتو بدانون كريمي ديال الفاني. تقدروا ديروا 4 معالق ديال القشده الطريه. وعندي نص لتر ديال الحليب، وهنايا عندي واحد الزلافه اللي دايره فيها قهوه سريعه الذوبان. اللي ما كيبغيش القهوه يقدر يعوضها بالحليب، مهم، او الليمون، مهم، اي واحد النسمه اللي كيبغي هو يديرها. المهم انا عطيتكم غير الفكره، وانتم تعوضوا باش ما بغيتوا، يعني اي نسمه كتعجبكم، مثلا الكراميل، الشوكولا، اللي بغيتوا نتوما. وعندي البسكوي العادي على هذا الشكل، هذا تقدروا تاخذوه كاري ولا دائري، مهم بسكوي عادي ما فيه حتى شي نسمه ديال عفوا سمحوا لي ديال الزرع. نبداو ان شاء الله على بركه الله. المهم البنات، عندي مول ديال الدجاج على هذا الشكل، هذا غادي نشدو البسكوي ديالنا. المهم البنات، غادي نشدو البسكوي ديالنا ونديرو في القهوة بحال هكا بهذا الشكل، هذا ونحطو بحال هكا. غادي نجيب واحد المعلقة، نحاول ندخلهم مزيان، ندخلهم مزيان. وغندير طبقة على طبقة، ندير جوج طبقات. نبقى غادي وكنخلف باش ما يبقاوش عندنا هاد الفراغات بحال هكا. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم، درت طبقه على طبقه بهذا الشكل هذا. المهم دابا غادي ندوزو باش نصوبو الكريمه ديالنا. غادي نديرو واحد السيترو ديال الحليب، نص لتر حليب، غادي نديرو الفلو ديالنا،
والسكر كيبقى حسب الذوق. غادي نخلطو الفول ديالنا مزيان. دابا غادي نديرو السكر البنات، غادي ندير واحد ثلاثة المعالق ولا جوج، المهم حسب الذوق كيما قلت لكم. انا غادي ندير ثلاثة ونحركو هادشي مزيان. كيف ما كتشوفوا الفلو ديالنا صافي راه وجد، غادي نخليوه حتى يبرد مزيان عاد غادي نزيدو المكونات اللي مازالنا اللي مازال. ومن بعد ما يبرد ان شاء الله نرجع معكم. دابا البنات غادي نزيدو كيري، قلنا أربعة ديال الكيري، غادي نزيدو دانون كريمي أو القشدة، أي واحد اللي عنده شي حاجة غيديرها. غادي نزيدو ياغورت منكه بالكراميل، نخلطو هادشي مزيان، هادشي غادي نطحنوه. غادي نجيب شويه ديال البسكوين نسيت ما قلتها لكم، غادي نزيدو شي طريفات ديال البسكوي باش تعقد لينا الكريمه ديالنا، تقريبا شي خمسة البسكويات ولا ستة باش تعقد لينا الكريمه مزيان. هكا البنات باش ما نصدعكمش انا غادي نطحن هادشي ونولي نرجع معكم. المهم البنات بعد ما طحنتو مزيان كيف ما كتشوفوا القوام ديالك كيولي بحال هكا عاقد مزيان مزيان، غادي نحركو شويه وغادي نخويه فوق البسكوي بحال هكا. كتجي طبقه نقدر مكيبانش ليكم مزيان، مقربش ليكم الكاميرا هيا. دابا البنات غادي نديرها في التلاجة تبرد مزيان، ومن بعد غادي نذوب الشكلاط باش غادي نديروه من فوق، المهم أنا غادي نديرها في التلاجة ونرجع معاكم. دابا غادي نذوبو الشكلاط في الماغي وغادي نخليوه حتى يذوب مزيان وغنديروه كطبقة من فوق الفلو.
دابا البنات غادي نزيدو الشحلاط اللي ذوبنا من فوق، صافي دابا غادي ندخلو المجمد يشد راسو مزيان ونولي نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا بعد ما وجد الفلو انا شديتو زيدتو بشويه ديال الكاوكاو مهرمش، نتوما يعني تقدو تزينو باش ما بغيتو باللوز بالقرقاب بالشكلاط فيرميسيل تقدو ديرو اي حاجه. المهم قبل ما نقطع معكم واحد الطريف تشوفو ضروري تخلو الشكلاط حتى يبرد تماما، عاد يعني عاد ديروه من الفوق باش ما يذوبش لكم الفلو. المهم انا غادي نقطع واحد الطرف باش تشوفوه، المهم الفلو كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي فلو كريمي لاول مره الفلو بالشوكولات على قناتي. كنتمنى انه يعجبكم وديروه لوليداتكم، انا درتو على شكل يعني عائله، درتو في مول كبير، نتوما تقدو ديروه في دي مول صغيورين يعني فرديين كل واحد الكاس ديالو. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتعجبكم هاد التحليه هادي وديروها لوليداتكم. غادي نقول لكم بسلامه وتهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. يلا خليتكم على خير.